في لا ريبوبليكا، كان التخصص ديالي هو موضوع الهجرة، الإسلام، العالم العربي. بالنسبة لي أنا كصحفية في إيطاليا وكتعيش في الغرب، كانت صدمة نقولها لكم بكل صراحة، لأن فعلا ما كانش الحرية معروفة أن كل ديريكسيون عندها واحد لاليني ديتوريال، ولكن داكشي اللي شفناه على مطرف غزة كان صدمة كبيرة، لأن شفنا واحد تصرف اللي ما عندوش له سابق. غير باش نقول لكم واحد المثال، أنا المقالات ديالي على العلم الإسلامي وعلى التطرف ديزيديتوريال اللي خرجوا في البروميير باج على ليزيس كانوا هم المطلوبين أكثر. فأنا يعني نقدر نقولوا العقلية ديالي أنني كنعيش في عالم الغرب والحريات، كنت كنظن بأن داكشي اللي وقع في 7 أكتوبر غادي يخليني نخدم أكثر، لأنني كنعرف كنتكلم معكم بالدارجة، ولكن كنقرا العربية الفصحى، كنفهم هادشي اللي كيتقال، وكنعرف هذاك العالم. فأنا كنت موجودة يعني باش أنا نجيب لهم المعلومة والأخبار، ولكن من 7 أكتوبر، من قدرنا نقول لكم من 9 أكتوبر اللي أنا درت أول خديت أول كلمة في التلفزيون الإيطالي وتكلمت على داك الشيء اللي دار حماس، كيف كيتقال في الأول لأن تيروريز با 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 با، ولكن قلت لهم هذا الفيلم اللي كنشوفوه دابا ماشي بدا غير اليوم، خصنا نتكلموا على واحد الكونتكست اللي هو قبل 7 أكتوبر، وهذاك الكونتكست هو اللي خلينا نفهموا شنو واقع تما، لأن هذاك الشيء اللي واقع قضية سياسية طويلة في الزمن، وحنا ما كنعطيوها الأهمية والتغطية اللي خصها تكون عندها في الغرب.